انا كنت مصاحب 10 سنين صاحب الطف، كي حبيت ندخل من الدار معناها من الباب الكبير تعديت لي تحويل واختصاب وكا شويه. يا بنت الناس راني نحبك راني نخوك سايب امك امها تقولها لا يمشي تحبس ولد ستاجيخر معناها فما ولد ميسيونات لانه سنه الميسيون معناها سي بون معناها عامين تعدوا شو قلب ويكذب عليك سان فالونتان سان فالونتان بتاع تونس عندك كهرباء عندك ميكانيك عندك دار تعيش ما عندكش ما تعيش قل لي شنو تعرف على الحب والله في الدنيا هذه ما عادش فما حب عندك أبار أمك وبوك وخواتك أبارهم لي أنا كنت مصاحب 10 سنين صاحب الطفلة معناها ما عادش فاهمش معناها صاحبة 10 سنين ولد ستاجيخر معناها فما ولد ميسيونات لأنه سنة الميسيون معناها سي بون معناها لعاد دارهم يحبوني لعاد دارنا يحبوها دخلت برشا حكايات برشا خباب بعد 10 سنين بعد 10 سنين فهمت أما راهو معناها أبار أمك قداش باش تطيح في الدنيا هذه قداش مش كل ما تيح باللي باش تقوم راك باش تلقى كان امك وبوك مش باش تلقى حد صحيح باش تلقى العباد اللي تعرف شكون في الستاج هذاك تعرف شكون اللي يحبك وشكون ما يحبكش اما كما قال لك عشك ما شات فانك ميت وحب ما شات فانك مفارق كاينه الكلام هذا ميساج لها هي لا ولا لا ما فماش في الدنيا هذه كان هي معناها تو مثلا امنيتي انا نخرج لبرا باش نروح نفرح امي وبابا ما عندي حد في الدنيا هذه تو ابار امي وباب وفلانه ربي يفضلها لي بالرسم ما علينا فيها ما بالرسمي عملت معايا برشا 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 به مش متاع 10 سنين لا 10 سنين وين مشي ديما تخزر لها ديما هذيك حاجه اخرى ما زلت حبها ليه مش موضوعنا ليه مش موضوع بالرسمي اما في الدنيا هذه كما قلت لك ما يدوم لك حد أبار أمك وبوك ما زلت تواصل معاها؟ هاي سي نورمال أصدقاء هيك بست فراند عرفتها هيك كا شنو نقول؟ شنو تحب تقولها؟ تحب نقول لأمي راني نحبك ليه هي حتى شب ليه أمي ما كاهو راني بالرسمي يمي راني نحبك وتبعت تعبتك بالرسمي وسامح عامين تعدوا شو قلبك والحمد لله نتيح نقوم نلقى كان امي وباب ما نلقى حد ويكذب عليك سان فالونتان سان فالونتان بتاع تونس عندك كهرباء عندك ميكانيك عندك دار تعيش ما عندكش ما تعيش يكذب عليك بيك 700 ألف تجيب واحدة من الأوروب لهنا تعيش 3 أيام فوتيل تلقى روحك من الغدوة جابوك بيه ولهنا لازمك 200 مليون وبرع مش الكل كيف كيف هما صحيح أما الأكثر كل إنسان يحكي حسب تجربته أكيد هذا نحترمه فيك وفي كلامك مش معناتها تحكي عن الناس الكل فما طفلة راهي تحل عينيها راهي عينها مليان وفما اللي خانقينها دارهم خي تخنقك دارك تحل علي أنا فهمت باللوجيك معناها وكا هذيك الدنيا هاني قلت حب من شات فانا كمان باللي باش تكون ما عندك من هارد نجم ندخل في خصوصيتك شويه قلت لي عامين تعدي وما خيبهم نتيح ونقوم نلقى كان امي وذاك علاش نهدي حبي لكل الامي تنجم تقول لي العامين هذوما شنو اللي تعبك فيهم بالله كي تخزر لي معناها شنو تقول انت تحبس تاع مشاكل معني عندي جمعتين التالي مضغور انا نحكي معك ضربه تحت قلبي سنتي ونص جاري ضربني خوي نزلت كي جيت معناها نوريك الوراق مروح من المحكمه انا تو جيت لهنا كيكه باش نضحك مع العباد مع صحابي صاحبي مشى الاخر يذكر والاخر قبل في صاحبت هذا ما بالرسمي خويت معناها واحد كي توب سي بون سي من الاخر صفقه خاسر عايش معناها تحس في روحك تعب في داركم هكا انت قلت جمله تو انت تحكي وانا مركزه فيه قلت لي جارنا خويا ضربني تحت قلبي بالموس سنتي ونص وخلي يموت كذا وكذا شكون اللي يوقف بجنبي بابا واقف
خاطر كي تعدى هو يحكي بكلام زايد قلت له عايش خويا طايح بالكلام، قال لي برا كذا كذا منهم، وجاني يجري تعاركنا بالبوني، مغذت واكبر مني بخمساش سنة هو، مشان جاب سكينة من الدار وجي نكهب ولا بيس؟ الحمد لله الحمد لله جوي بيه، هاني قلت لك عامين تيح وتقوى وذيك الدنيا وشكون مشخف معاك؟ ما نسعارش بابا وماما، مانيش ود الناصر وتحوم شعبي، كي نقولها ماما تحسها متاع عمري عام. الحمد لله والله الحمد لله هذيك الدنيا. ما زلت تثق في الاصحاب وتقول خويتي؟ عندي اصحاب خويتي، معناها كي نخرج بوني الري 10 وراي ابار المشاكل راهو نتيح، معناها نلقاه واقف بجنبي الحمد لله. بار الحكايه هذه اللي كنت عليها في المحكمه، اكيد انت المظلوم لهنا مش انت اللي ظالم، عندك مشاكل اخرين شديت عليهم ولا توقفت عليهم؟ علاش قلت لي وجهي مش تاع حبس؟ معناها كي حبيت ندخل من الدار معناها من الباب الكبير تعديت لي تحويل واختصاب وكا شويه تمام الحمد لله، فما ربي فما معناها العباد كي تخزر لك معناها الحمد لله وكا والله صحيح المظهر خديع، كي تخزن ما تقولش هذا الكل في وسطه تقول هذا الحمد لله. واليوم شنو الطفل اللي قدامي؟ ليه لازمك تتبدل؟ ابسط حاجه لازمك حتى كي تخزر لعين امك تطيح عيني، تعبتها ان شاء الله ربي وكاها وتسامح، والله ان شاء الله هي وبابا ان شاء الله يسامحوني برشا زي. والله نحبهم نحبهم، مش نحب مش كلام راه وكاها الحمد لله. اهدي لهم هما الكلام. يا امي يا بابا راني بالرسمي نحب. بكا هاو. والله. هذيك الدنيا. ما يدوم لك حد. سيبها الدمعة، ما حلاك تهديها لامك وبابا. ليه خليك هيك. ما ترينيش، تحبش تريني يبكي يوم. ما تريني نبكي. شبيك. مش نمشي 20 سنة، 23 سنة حبس، راك خزر لي تحقيق قال لي راك مش تتم فيها، راك تصور كي هابط هنا معناها المينات وحاكم معاون منا ومعاون منا ونضحك. يا بنت الناس راني نحبك راني نخوك، سيب امك امها تقولها لا يمشي نتاع حبس هكا معناها شبيك فما ربي في الدنيا هذيا تخليها هكاك سيب الحمد لله. وكاها انا كنت مصاحب 10 سنين صاحب الطفل، كي حبيت ندخل من الدار معناها من الباب الكبير تعديت لي تحويل واختصاب وكا شويه. يا بنت الناس راني نحبك راني نخوك، سايب امك امها تقولها لا يمشي تاع حبس ولد ستاجي اخر معناها فما ولد ميسيونات من السنة الميسيون معناها سي بون معناها عامين تعدوا شو قال ويكذب عليك سان فالونتان سان فالونتان بتاع تونس عندك كهرباء عندك ميكانيك عندك دار تعيش ما عندكش ما تعيش